نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، وشدد المركز الإعلامي على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني الذي نجح في زيادة رؤوس المشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد.